يوم الاثنين التاريخ 27/10/1437 حديقة المونسية على طريق الدمام. هذا أنا دائما أجي يعني أتمشى هنا أسوي رياضة. تفاجأت اليوم منظر شدني، يعني استغربت من الحقيقة. مثل ما تشوفون صحن كامل بالحمى، يعني ما أحد أكل منه شيء، مرمي بالطريق. مثل ما تشوفون هنا اللحم كاملة مرمي. واللي فاجأني أكثر مو بس صحن، عدوا معي أنتم، هذا الأول. طيب، وهذا الصحن الثاني بكامله ما أحد أكل منه شيء. اعلم يا أخي، إن لم تشكر النعمة سوف تزول منك. هذه نعمة أنعمها الله عليك وسلبها من غيرك، وإن لم تشكر الله عز وجل سوف تزول منك.